السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد. نبحث في هذه الحلقة موضوع العقيدة وما لا ينبغي للمسلم جهله منها، ونتطرق إلى المنهاج القرآني في تقرير العقيدة وإلى الفرق بينها وبين علم الكلام، ونسأل عن مدى صوابية أو جواز التقليد في العقيدة والدور الذي تؤديه العقيدة في تشكيل شخصية المسلم، وكذلك آثارها التربوية. الإجابة عن هذه الأسئلة تأتيكم بعد قليل. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا الترحيب بضيفنا الدكتور عمر عبد العزيز القرشي، أستاذ العقيدة والأديان والمذاهب. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا مرحبا، أهلا وسهلا. ربما كثير من المسلمين يسمع كثيرا مصطلح العقيدة، وهو كما تعلم جنابكم مصطلح حادث، يعني طارئ بعد الخلافة الراشدة إلى آخره. ما العقيدة؟ ما هي العقيدة؟ وما لا ينبغي منها للمسلم أن يجهله؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالتحية موصولة لحضرتك وللسادة المشاهدين جميعا، حياكم الله. أقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لمصطلح مصطلح العقيدة وكونه حادث، أعلق على كونه حادث أولا قبل أن أعرف ما هي العقيدة، حتى لا يفهم المشاهد أن كلمة حادث تأخذ المعنى الذي هو فيه معنى البدعة أو أن كل محدثة بدعة. لا، هو كلمة حادث يعني لم يكن معروفا في جيل الصحابة رضي الله عنهم، ليس وحده بل سائر العلوم لم تكن معروفة بأسمائها، لا العقيدة باسمها ولا التفسير باسمه ولا الفقه باسمه ولا الحديث باسمه ولا السيرة ولا غير ذلك من العلوم. حتى اللغة العربية حين صارت إلى نحو وصرف وبلاغة وأدب، فمثل هذه المصطلحات عرفت بعد جيل الصحابة حينما بدأ العلماء يخصصون العلوم، وحينما بدأ مثل الإمام البخاري يكتب صحيحه الجامع ويقول هذا باب التفسير وهذا باب العلم وهذا باب النية وهذا باب الفقه، فوجدت مصطلحات. إذن هي ليست حادثة بالمعنى الذي يمكن أن يفهمه الناس خطأ. أما كلمة العقيدة فهي كمصطلح لها معناها اللغوي والاصطلاحي، وكذا كل علم من العلوم له هذا المعنى. فمن حيث اللغة هي لا تخرج عن كونها من العقدة أو من العقد. كلمة عقيدة إما من العقدة وهي الرباط الوثيق الذي لا ينفك، الذي لا ينفك، والعقيدة كذلك، لما كانت رباطا وثيقا لا يقبل أن ينفك سميت عقيدة. وإما من العقد الذي يكون بين العبد وربه على شاكلة ما تقرأ في صدر سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، جمع عقد. والعقد هو أيضا شيء له قوته وله صلابته وله احترامه. فكلمة العقيدة جاءت من هذه الكلمة أو تلك، إما العقد وإما العقدة. وينبغي أن يقال هنا أيضا، وليس هذا هو الاسم الوحيد لها، وإن كان هذا هو الذائع والشائع، وإلا فقد درسنا العقيدة في الأزهر تحت عنوان التوحيد أو الإيمان، وفي جامعات تدرسها تحت عنوان الإيمان، وفي كليتنا في الأزهر نسميها أصول الدين، ومثلا تسمى بالفقه الأكبر عند الإمام أبي حنيفة النعمان. نعم. فهي إذن عقيدة وإيمان وتوحيد وفقه أكبر وأصول الدين، وتسمى عند السلف الأوائل بالسنة التي كان عليها السلف.
في الوقت الذي كانوا يردون فيه على الفرق الشتى، قال والسنة التي أنا عليها، يعني العقيدة التي أنا عليها والمنهج الوسط، فكانت تسمى بهذه التسمية، وسميت عند الآجوري بالشريعة، يقصد بها دين الله تعالى عقيدة وشريعة وأخلاقا، لأن كلمة الشريعة تعمم وتخصص. إذن هي لها عدة أسماء وليست العقيدة واحدة منها، أو هذه العقيدة تعد واحدة منها وليست هي الكل. لكن ما هذه العقيدة؟ ما هي العقيدة؟ ننتقل إلى الجانب الاصطلاحي فيها والشرعي بعد البيان اللغوي. هي مجموعة من قضايا الحق البدهية المسلم بها لدى الفطرة والعقل، يعقد الإنسان عليها بقلبه ويثني عليها بصدره، ولا يرى أن غيرها يصح أو يكون أبدا. إذن هي مجموعة من قضايا الحق البدهية، بدهية مسلم بها لدى الفطرة والعقل. العقل يؤمن بوجود الله والفطرة تؤمن بوجود الله، الفطرة توقن بتوحيد الله والعقل كذلك، وهكذا لدى الفطرة والعقل يعقد الإنسان عليها بقلبه، ثم يأتي العقدة الثانية ويثني عليها بصدره، ولا يرى أن غيرها يصح أو يكون أبدا. وطبعا التعريفات الاصطلاحية اجتهادية، تقبل الزيادة وتقبل النقصان، لكن هذا أفضل ما رأيته في تعريفات العقيدة اصطلاحا. فذكرنا إذن معنى العقيدة الآن لغة واصطلاحا، مع الإشارة إلى مسمى أسمائها وبيان أن كلمة استحدث هذا اللفظ أنه بمعناه اللغوي وليس بمعناه الشرعي. نعم. يعني نريد أن نعرف من جنابك دكتور المنهج القرآني في تقرير العقيدة، كيف تتقرر العقيدة عند المسلمين انطلاقا من المنهاج القرآني؟ الله أكبر. القرآن الكريم في مادة علوم القرآن يقسمونه أثلاثا، ثلث عقيدة وثلث قصص أنبياء ومرسلين وثلث تشريعات. وأول ما بدأ به القرآن بدأ بالعقيدة، وكان جنب العقيدة بعض الآداب، واستغرق هذا العهد المكي 13 عاما كاملا. العهد المكي كاملا عقيدة 13 عاما عقيدة، وهذا فيه دلالة. نعم. ثم جاء العهد المدني في 10 سنوات لم يخلو من العقيدة أيضا، لأنه لما بنقرأ في التقسيمات الاصطلاحية ما بين القرآن المكي والقرآن المدني، يقول لك القرآن المكي عقدي والقرآن المدني تشريعي. قد يصح هذا على التغليب، ولكني لا أراه على الإطلاق، لأنه في القرآن المدني بجوار العقيدة ألوان من التربية وفريضة الصلاة وهي عبادة، وفي القرآن المدني عقائد مستمرة لا تكاد تقل عن القرآن المكي مع التشريعات. نعم. فيكون مثل هذا التقسيم ليس منضبطا بهذه الصورة الموجودة في علوم القرآن لمن درس العقيدة وراح ينظر في القرآن المدني، يجد سورة البقرة مدنية مليئة بالعقيدة، والآل عمران مدنية ومليئة بالعقيدة، والنساء مدنية مليئة بالعقيدة، المائدة آخر ما نزل من القرآن مدنية وهي مليئة بالعقيدة، وهكذا. فالقرآن الكريم إذن فيه العقيدة الثلث صافي. يعني ايه ثلث صافي؟ يعني على شاكله فاعلم انه لا اله الا الله، سوره محمد، فاعلم انه لا اله الا الله، على شاكله والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. طب ما الدليل؟ يذكر الدليل بعدها، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ثم يعلق ومع ذلك يعني ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. بمثل هذا الأسلوب يتناول القرآن العقيدة صافية
ملخصة في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أضيف أن ثلث القرآن العقيدة المحض يأتي معه ثلث قصص الأنبياء والمرسلين ممتلئ بالعقيدة، لأن كل دعوة نبي وكل رسالة رسول مبدؤة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم هو يعالج خللا موجودا في الأمة في قومه، لكن أصل دعوته: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. إذن ثلث الثاني في القرآن في قصص الأنبياء والمرسلين ممتلئ بالعقيدة كذلك. فإذا عرجنا على الثلث الثالث تشريعات نجد أنه ما من تشريع إلا وهو شديد الصلة بالعقيدة، يبدأ بالعقيدة وينتهي بالعقيدة. القرآن الكريم مثلا يريد أن يحدثنا عن تشريعات، فأول ما يبدأ الحديث عن التشريعات يبدأ بالعقيدة: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبعدين ندخل في التشريعات: وبالوالدين إحسانا. كما لو أنه يراد أن تكون هذه التشريعات مبنية على عقيدة، على عقيدة، حتى لو جاء إنسان فقال القرآن كتاب عقيدة فإنه لم يبتعد عن الحقيقة أبدا، بل أصاب الحقيقة في قلبها، في كبدها، وفي كبدها، لأن القرآن هكذا. لكن التقسيم هذا ماشي. نعم. فإذا القرآن يحدثك عن العقيدة، وتأتي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين ما أجمل وتفسر وتوضح وتزيد وتقرر. فالعقيدة نحن نأخذها من القرآن ونأخذها من السنة. هذا كنت أريد أن أسألك، مصادر العقيدة هل فقط هي القرآن والسنة؟ أهم مصادر العقيدة القرآن والسنة، العقيدة الصحيحة. ولا أعني بها ما استجد من عقائد ودخل فيها علم المنطق والفلسفة وعلم الكلام، إنما العقيدة الصحيحة قرآن وسنة. ويضاف إليها استنباطات العلماء، لأن الله عز وجل لما تحدث عن المرجعية التي ينبغي أن نرجع إليها في تعلم ديننا قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن. وتأويل كلمة فردوه إلى الله يعني إلى القرآن، وإلى الرسول إلى السنة. إذن هذه هي المرجعية الأساسية. نعم. طيب القرآن والسنة ما هو يحتاج إلى فهم، فتأتي الآية: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. فهنا يأتي دور العلماء في الاستنباط وفي الفهم وفي الشرح وهكذا. لو أذنت لي دكتور، هذا الموضوع حقيقة يحتاج إلى شيء من التفصيل، وقد يطول المقام في الحديث عنه، لكن أنا مضطر أن أذهب إلى فاصل حتى نعود وتكمل هذا الحديث بعد العودة من الفاصل. نواصل هذا الحديث بعد العودة من الفاصل، فابقوا معنا. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام لمتابعة الحديث في موضوع العقيدة وتطبيقاتها العملية، وحديثنا دائما في هذه الحلقة مع الدكتور عمر عبد العزيز القرشي. أجدد ترحيبا بكم. مرحبا وأهلا. تحدثت قبل الفاصل عن موضوع مصادر العقيدة وحصرتها في مصدرين، وهما الوحي بشقيه الكتاب والسنة، القرآن والسنة واستنباط العلماء. الكتاب والسنة
هناك اختلاف بين فرق المسلمين، كثير من الاختلاف بين فرق المسلمين في موضوع تقرير العقيدة وفهم العقيدة وتأويل العقيدة. طيب يعني ما ضابط الفهم والسنة؟ الكل يدعي وصلا بالكتاب والسنة، لكن ما الضابط في فهم الكتاب والسنة في تقرير مسائل العقيدة؟ نعم أحسنت. الكل يدعي وصلا بالقرآن والسنة، وكثير من الناس الذين خرجوا عن الخط الصحيح في العقيدة هو يقول أنا أخذ من القرآن والسنة واستنبط دليل القرآن والسنة، حتى إنه أحيانا يعني يلوي عنق النص ليخرج بالرأي الذي يريد، وربما ذكر في استنباطاته أو في أدلته آية قرآنية ليست موجودة في القرآن، يعني حتى في القراءات السبع ولا العشر ولا حتى الشواذ. يعني لو رحت أقرب للسامع والمشاهد هذا الأمر، يعني الناس اللي أنكروا صفة من صفات الله عز وجل كصفة الكلام، واحدة من الصفات التي أنكروها، فترد عليه بالقرآن، كيف تنكر صفة الكلام والله عز وجل يقول وكلم الله موسى تكليما؟ واضحة جدا. يدخل التأويل هنا، فيدخل في قضية أنه لا، الله لا يتكلم. قل له كيف هذا؟ الآية تقول وكلم الله موسى تكليما، يقول لك لا، ليست هكذا تقرأ. كيف تقرأ؟ يقول وكلم الله موسى تكليما. فجعل اسم الجلالة مفعول مقدم، وموسى هو المتكلم الفاعل. هذا لا وجود لهذا القراءة أبدا، لا وجود له أبدا حتى في الشواذ. طيب، لكن هو لأنه يتعصب لرأي وينتصر لمنهج، وفي الأخير ممكن يقول لك أنا بستدل بالقرآن. إذن الضابط؟ الضابط لابد أن يكون القرآن بقراءة صحيحة من القراءة السبع المتواترة، وأن يكون بفهم مأخوذ عن سلف الأمة. ولذلك وضع مع القرآن والسنة قيد، أخذ من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. من الذي وضع هذا القيد؟ أهل السنة والجماعة. لكن في الوقت الذي وجدت فيه خوارج ومرجئة ومعتزلة وفرق أخرى، كان لابد من وجود الفهم الصحيح للقرآن أو الاستنباط من القرآن والسنة، حتى لا يأتي كل إنسان ويستدل بالقرآن بطريقته وبهواه وبمزاجه. ثم من يقول لك دكتور، يعني يرد على هذا الكلام بأن هذا فيه تعطيل لأفهام المتأخرين من العلماء والمسلمين، فلماذا تقيدهم بفهم الجيل الأول؟ كل شيء له ضوابطه وله قواعده، إذا كان له مصادره فلهذه المصادر قواعد وضوابط مرتبطة بفهم صحيح للقرآن، باستنباط صحيح من السنة، بالتزام بقواعد اللغة العربية. وإلا فأين ما وصل إليه كثير من الأفكار ومن علم الكلام من هذه الضوابط الشرعية، والنظر في الشخص، هل هو مجتهد؟ هل هو يمتلك أدوات الاجتهاد؟ هل هو على دراية بالعلوم التي يمتلكها المجتهد؟ وإلا فكل من شاء يقول ما شاء. حتى في علم الحديث لما قالوا يعني في السنة سموا لنا رجالكم، وإلا لقال من شاء ما شاء. فكذلك القضية في العقيدة لابد لها من ضوابط، هذه الضوابط يعني في استنباط من القرآن أو من السنة ما قاله السلف الصحابة رضوان الله عليهم، خير القرون من عرفوا بالإمامة في الدين، الأئمة الأربعة، من عرفوا بالاجتهاد وثبتت لهم هذه الصفة وأنه مجتهد ويمتلك أدوات الاجتهاد ويدرك ضوابطه وعلى دراية قوية مثلا بالتفرقة ما بين الثوابت والمرن،
فيما ينبغي أن يجتهد فيه أو يمكن أن تتعدد فيه الآراء في الأشياء المرنة، أما الثوابت التي لا ينبغي أن يكون فيها الحق إلا واحدا كما قال الله فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهنا نقول قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. ماذا عن الإجماع؟ هل الإجماع يعتبر مصدرا من مصادر العقيدة؟ نعم، لكن لأن المصادر التشريعية المعترف بها قرآن وسنة وإجماع وقياس. وقلت استنباط العلماء، هو الاستنباط والقياس، يعني هذا الإجماع وهذا الاستنباط أو هذا القياس هو يدور في هذا الفلك، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. فالاستنباط إما عن طريق مجتهد فنسميه قياسا، وإما عن طريق مجموعة فنسميه إجماعا. لكن الاستنباط في التشريعات أم في العقائد؟ هل فهم 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 النص، نعم، فهم الآية أو فهم الحديث. هل يجوز التقليد في العقيدة دكتور؟ هل يصح التقليد للمسلمين في العقيدة، أن يقلد الإمام الشافعي في عقيدته أو يقلد الإمام فلان؟ لا يصح، العقيدة لا يصح فيها التقليد. تقليد في العبادات والتشريعات القضية المذهبية الفقهية يمكن. طب كيف تقول أنه لكن العقيدة العلماء؟ لابد أن يكون أن تكون العقيدة نابعة من القلب، وأن يكون للإنسان نظر واستدلال، وأن يدرك معالم العقيدة واضحة جلية ليس تقليدا ولا. كيف إذا من لم يؤت الأدوات لفهم كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، كيف له أن يبني معالم عقيدته بنفسه دون تقليد الأئمة والعلماء؟ نحن نتكلم عن الأصول في العقيدة، الأصول، الأشياء التي هي مثلا نسميها فطرية. مثل ماذا؟ يعني الإيمان بوجود الله ينفع قلت في غيري؟ لابد أن يكون عندي عقيدة نابعة من الفطرة، أني أؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، آمنت بوجود الله، هذا لابد أن يكون فطرة وليس تقليدا. الوثني يؤمن بوجود الله، هناك أنا بدي لك التمهيد عشان أدخل على قضية التوحيد. طيب، يعني كلامنا دائما عن وجود الله كمقدمة وتمهيد للتوحيد. طيب، التوحيد ينفع أن أنا أقلد فيه إمامي؟ لا، لابد أن أنا يكون عندي الفطرة والقناعة والعقل يؤكد أني أؤمن بتوحيد الله سبحانه وتعالى. لابد أن أكون على دراية بمعرفة الإله الذي أعبده، أنا ما خلقت إلا من أجل هذا. الأعرابي البسيط ما تخرج لا في جامعة ولا في مدرسة قال البعرة تدل على البعير، نعم، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحور ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ هذا الذي نعنيه بأن الإنسان لا يقلد في العقائد، إنما مثل هذه العقيدة المرتبطة بوجود الله وتوحيده وكماله، وإننا أؤمن وأعتقد بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنا لست في هذا مقلدا، إنما يكون هذا بفطرة وبقناعة. فطرة وليس بإخبار بالخبر؟ بالإخبار ما هو يعني مع يعني الفطرة في خبر، في قراءة للنص يعني وفهم للنص. نعم، وهنا أدخلنا ملكات العقل. أنا لما أؤمن بالغيبيات أو بقضايا العقيدة، ما أنا بأخذها إما بالأخبار أو بالآثار، والأخبار عندي وحي صادق من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والآثار الدلائل المبثوثة في الكون وفي الإنسان، استقراء. فإذا بمثل هذه الأخبار وتلك الآثار أنا أبني عقيدتي ليست تقليد الأحد. هذا واجب على كل مسلم، نعم، أن يبني عقيدته بنفسه دون تقليد الأئمة، خصوصا في مسائل أصول العقيدة. نعم، هكذا. طيب دكتور، ما لا ينبغي للمسلم جهله من العقيدة؟ العقيدة في الإسلام سهلة ومعروفة المعالم، وحديث مثل حديث جبريل عليه السلام بيّن معالم الدين أو درجات الدين مع معالم العقيدة. فإذا
فسألنا عن الإسلام وأركان الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال عندما سأله جبريل أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فصار عندي أركان الإسلام خمسة. الركن الأول منها يسمى عقيدة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم تأتي أبنية الإسلام الأربعة، الصلاة والزكاة والصوم والحج. يبقى عندي في ركن في معنى الإسلام الركن الأول كلمة التوحيد. هذه واحدة. لما سأله السؤال الثاني أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. كلها عقيدة. هذه كلها عقيدة، وهذه تسمى ركائز الإيمان، وهذه التي لا يسع المسلم الجهل بها. على التفصيل أم على الإجمال؟ على الكليات، معالم الإيمان، أساسيات الإيمان بالله وجودا وتوحيدا وكمالا، الإيمان من خلال لا إله إلا الله كفر بالطاغوت وإيمان بالله، محمد رسول الله طاعة واتباعا وانقيادا، الإيمان بالملائكة بدون شك وبدون إنكار وبدون تأويل، مع معرفة بعض المعلومات جبريل على رأس الملائكة، بعده ميكائيل، إسرافيل ملك الموت، الملائكة يتفاضلون، الملائكة خلقوا من نور، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لهم صفات لهم أعمال، لا يتصفون بذكورة ولا أنوثة مثلا، هكذا لا يأكلون لا يشربون لا يتزوجون لا يتناسلون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لو عرفت هذا أو عامة الناس عرفوا هذا في ركن الإيمان يكفي. الإيمان بالكتب إجمالا، كل كتاب أنزله الله وإن لم نعلمه ولم يذكر تفصيلا، وتفصيلا بأربعة كتب: قرآن، توراة، الزبور، الإنجيل. والإيمان بما أنزل لا بما بدل، الإيمان بما أنزله الله لا بما حرف وموجود بين يدي الناس. لكن يكفي للمسلم العادي أن يعلم فقط أن هذه الكتب من غير القرآن بدلت، ليس بالضرورة أن يعلم كيف بدلت وماذا بدلت. لا بالضبط كذا. وهكذا بعد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، الذي لا يسع المسلم أن يجهله أنه لا بد له أن يؤمن بالرسل، وأن الله أرسل رسلا عديدين كثيرين لكل قوم هاد، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وأنهم من الكثرة بمكان، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. لكن تفصيلا ينبغي أن يؤمن بخمسة وعشرين نبيا ورسولا ذكروا في القرآن الكريم، هم آدم عليه السلام، نعم، وإدريس عليه السلام، ونوح عليه السلام، وهود عليه السلام، وصالح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، ولوط عليه السلام، وإسماعيل عليه السلام، و يعقوب عليه السلام، وإسحاق عليه السلام، ويعقوب عليه السلام، ويوسف عليه السلام، ويونس عليه السلام، وأيوب عليه السلام، وشعيب عليه السلام، وإدريس وإلياس عليه السلام، واليسع عليه السلام، وذو الكفل عليه السلام، وموسى عليه السلام، وهارون عليه السلام، وداود عليه السلام، وسليمان عليه السلام، وزكريا عليه السلام، ويحيى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم، 25 نبيا ورسولا عليهم الصلاة والسلام جميعا. لكن دكتور، يعني في مسائل هذه العقيدة، يعني ربما أوضحت ما ينبغي للمسلم، هل تريد أن تضيف قبل أن ننتقل للسؤال الذي يليه ما لا ينبغي للمسلم جهله؟ كذا تنتقل من الإيمان بالرسل إلى الإيمان باليوم الآخر، وإنه في يوم آخر، وإنه في حساب، وفي جنة وفي نار، وبعض الأساسيات المعروفة التي لا يسع المسلم أن يجهلها في الإيمان باليوم الآخر، وفي الأخير الإيمان بالقدر، فليس القدر على ما فهمت القدرية ولا على ما قالت الجبرية، وإنما تؤمن بالقضاء والقدر، وأن كل شيء مسطر، وأنه علم الله تعالى ليس إلزاميا وليس إجبارا ولا إكراها، وإنما هو علم انكشافي، وأن القدر لا يتنافى مع الأسباب، وما إلى ذلك من أمور أساسية في علم القضاء والقدر. هذه الأمور الأساسية، يعني كما لو أنك تحيل المسلم العادي إلى أن يتتبع أقوال العلماء الثقات في هذا الأمر، وبالتالي ليس بنفسه مضطرا لأن يقلد هنا. ليس مقلد، إنما يتعلم، سمه يتعلم، يسمع يتعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، لا بد له من العلم، ويشوف العلم الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام وعناه بقوله طالب العلم
فريضة على كل مسلم، فهذا علم الفريضة الذي لا ينبغي لمسلم أن يجهله. هل ثم تفاصل بين العقيدة أو الإيمان أو أصول أو الشريعة على أسمائها، هل ثم تفاصل بين العقيدة وبين علم الكلام؟ هل ثم تفاصل أو علاقة بينهما؟ نعم، علاقة، في علاقة وفي فواصل. لو أوجزنا دكتور قبل أن ننتقل إلى الفقرة التي بعدها، لما قلت العقيدة والإيمان والشريعة وكذا أستطيع أن أقول هذه أسماء للعقيدة، لكن الإيمان أهم معالمها، والشريعة من الألفاظ الشاملة للإسلام كله، والتوحيد أهم ما في العقيدة. نعم، ويكون من باب تسمية الخاص ويراد به العام، وإلا فالعقيدة تشمل الإيمان كما تشمل الإيمان تشمل الكفر، وكما تشمل التوحيد تشمل الشرك، لذلك نسميها عقيدة، لأن مصطلح الإيمان لا يحتمل أن يكون بجواره الكفر، ومصطلح التوحيد لا يحتمل بجواره أن يكون الشرك، لكن إذا قلت العقيدة تحتمل التوحيد والشرك وتحتمل الإيمان والكفر وهكذا. هذه جزئية. الجزئية علم الكلام والعقيدة، العقيدة آلت في وقت من الأوقات إلى علم الكلام، وصار البعض يسمي العقيدة بعلم الكلام حتى صار هذا من أسمائها، لكن لابد أن نفرق بين تسمية حسنة وتسمية قبيحة. يعني علم الكلام إذا أطلق على العقيدة فهو تسمية قبيحة؟ فهو تسمية قبيحة. لماذا؟ وجه القبح؟ لأن علم الكلام شط بالعقيدة عن مسارها الصحيح وعما جاء به القرآن وجاءت به السنة إلى كلام الفلاسفة وإلى ألغاز وإلى طلاسم وإلى مسائل وإلى أمور بعيدة كل البعد عن المنهج الصافي الصافي الذي جاء به القرآن والسنة، فصار يسمى علم الكلام، ووجد هذا العلم ليكون بديلا عن العقيدة التي تربى عليها أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وإنما هناك من يقول إنما وجد هذا العلم للرد على الملاحدة أو النصارى الذين واجهوا الإسلام في جزئية منه لا تنكر، يعني الناس اللي بدأوا فلسفوا العقيدة وأدخلوها في باب علم الكلام والفلسفة والمنطق، نعم كان من الأشياء التي تذكر فتشكر أو يمدحون فيها أنهم ناقشوا فلاسفة وناقشوا أصحاب أديان أخرى بمنطق العقل، ونحن لا ننكر العقل، لا ننكره، وأنا إذا ناقشت ملحدا لا أقول له قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما أنا أخاطبه بمنطق العقل، وإذا كان فيلسوفا أخاطبه بمنطق الفلسفة، والمنطق معي في الحوار الذي يدور بيني وبينه، لكن لا ينأى بالعقيدة إلى هذا المنحنى البعيد جدا عما وضعت له العقيدة فيما ربى الإسلام أبناءه على عقيدة صافية صحيحة. دكتور، حقيقة في بداية الحلقة قدمت استهلالا يعني وأسهبت فيه أو توسعت فيه عن قضية العقيدة بالتعريف اللغوي وبالتعريف الاصطلاحي. نعم. وبدأ من كلامك أن العقيدة يعني هي الدين حقيقة، وإذا اختل الدين كله وأثرت على مصير الإنسان في يوم القيامة. السؤال هو ما دامت هذه العقيدة تحتل كل هذا القدر من الأهمية في حياة المسلمين، الآن نحن نعيش عصر الحداثة والعولمة وتدفق الأفكار والنظريات والتصورات من الغرب إلى المسلمين، كيف يتجلى خطر هذه العولمة أو الحداثة على المسلمين واستيراد الأفكار والتصورات، وأين يتجلى هذا الخطر؟ في طبائع المسلمين وأخلاقهم أم في عقائدهم وتصوراتهم؟ من حيث قولك العقيدة تصلح أن تكون هي الدين، هي الدين على الجملة، لكن عند الدقة نقول هي أساس الدين. أساس الدين، وهذا الدين عبارة عن أساس وبناء، فأساسه العقيدة وبناؤه الشريعة والأخلاق. نعم. ولذلك الله عز وجل يذكر هذا المعنى في مثل قوله أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا وجد الأساس ارتفع البناء وظل شامخا، إذا لم يوجد الأساس فكل بناء إلى انهيار وإلى زوال. أعداؤنا فقهوا هذا المعنى،
فأدركوا أن سر قوة المسلمين يكمن في عقيدتهم، فمن ثم لجوا إلى هدم هذا الأساس. كيف؟ عن طريق تغيير معالم العقيدة. هو لا يقول لك أنا سأمنعك من لا إله إلا الله أو أنا سأمنع عنك هذه العقيدة، لا، إنما بأساليب الحداثة والعولمة والعلمنة والليبرالية وعن طريق الفلسفة وعن طريق علم الكلام وعن طريق التصوف وعن طريق التشيع. أنت أمام مطابخ كثيرة، منها القديم ومنها الحديث. فحضرتك لما ذكرت الحداثة والعولمة هذه من الأشياء الحديثة، لكن هدم العقيدة ليس وليد الحداثة والعلمنة وليس وليد العلمانية والليبرالية، وهي كانت أقدم من الحداثة والعولمة، إنما المسألة قديمة بقدم وجود فرق طبخت في مطابخ أعداء الإسلام خاصة من اليهود، ثم غرست في وسط المسلمين فأوجدت فرقا وعقيدة بعيدة عن منهج الإسلام الصحيح. من أيام إبان بن سمعان. مين إبان بن سمعان؟ ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي محمد عليه الصلاة والسلام وتبنى فكرة نفي القدر، ووجدت على حسه القدرية، وجد غيلان الدمشقي، وجد طب القدرية تنكر القدر، يوجد على العكس منها الجبرية تؤمن بالجبر وأن الإنسان مسير وكالريشة في مهب الريح، وبدأت العقيدة تأخذ منحنى بعيدا تماما عن القدر الموجود في القرآن والسنة أو العقيدة الموجودة في القرآن والسنة. لكن ذلك كان في تلك المراحل على مستوى النخب غالبا، على مستوى العلماء نشأت فرق قليلة العدد وتبعهم عوام. نعم، لكن بقي هذا الأمر محصورا، وبقي يعني المسلمون توسع فيه على مدى الأيام. نعم، وبقي المسلمون هم النهر الجاري. لكن دكتور، اليوم نتحدث عن العولمة والحداثة التي تخترق تصورات الأفراد. يعني أنا يعني ربما أكون عشان الإعلام الآن موجود بصفة واضحة غير قديما. أي أثر تحدثه في العقيدة هذه الحداثة وهذه العولمة بالأفكار الواردة وبالتصورات وبالنظريات؟ يعني هل ترى أنها أحدثت نوعا من الخلخلة لعقائد المسلمين؟ وأين يتجلى هذا؟ طبعا يتجلى في كل المظاهر التي ذكرت، إنه لا ينحصر في مظهر دون مظهر. الخلل الآن موجود في العقائد، موجود خلل فكري، موجود خلل أخلاقي، موجود الخلل التشريعي. يعني أعداء الإسلام نالوا منا عن طريق العولمة والحداثة. يعني مثلا لما نجي نقول العلمانية التي أصلها اللادين، لادينية، العلمانية دي الكلمة سيكروليزم، هي لا تقول لادين، هي تقول دين لوحده والحياة والدنيا. أنا أقول لك أصل الكلمة. نعم، ترجمة الكلمة سيكروليزم لا دين في المعاجم التي سيكروليزم. نعم، لكن لا يستطيع أن يقول للمسلم لا دين، فدخل على المسلمين بمبدأ فصل الدين عن الدولة. العلمانية فيما يعرفه القاصي والداني فصل الدين عن الدولة. نعم. طب فصل الدين عن الدولة أثر على العقيدة؟ نعم. أثر على التشريع؟ أثر على الأخلاق؟ طبعا أثر على كل شيء في مظاهر الحياة، بدليل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ما هي دي العلمانية، فصل الدين عن الدولة، خذ من الدين العبادات فقط واعبد ربنا كما تشاء، اعبد ربنا كما تحب، صلاة وزكاة وصوم وحج، لكن تقول للإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق والإسلام منهاج وحياة والإسلام ينبغي أن يقود وأن يسود، هذا ترفضه العولمة والعلمنة والحداثة والعصرنة، كما ترفضه الليبرالية. وبالتالي تأثير هذه المذاهب
القديمة أو الحديثة، المذاهب العقلانية. مذاهب هذه ما هي إلا امتداد للفكر العقلاني، لما وجدت المعتزلة قديما وقدمت العقل على النقل، أو قدمت العقل على النص على الشرع، حتى وجد من يتسمى بالعقلانيين والمتنورين وأهل الحداثة وأهل العصرنة وأهل العولمة، ثم القرآنيين وهكذا. نعم، هذا كله امتداد لمثل لهذه البذور الخبيثة التي نشأت من قديم، وهي تحارب العقيدة الحقة والتوحيد الخالص. حقيقة دكتور، أريد أن أبحث معك بعد الفاصل عن موضوع مظاهر العملية للعقيدة في حياة المسلم، كيف تتجلى هذه المظاهر من حيث السلوك ومن حيث الأقوال ومن حيث المعاملات فيما بينهم، ثم بعد ذلك نريد أن نبحث أثر العقيدة في صوغ شخصية المسلم، لكن ليس قبل الفاصل. نواصل ما تبقى من هذه الحلقة بعد العودة من فاصلنا الأخير. اهلا وسهلا بكم الى الجزء الاخير من هذه الحلقه. دكتور، حقيقه يعني الان وصلنا الى الحديث عن مظاهر العقيده في حياه المسلمين. الانسان المسلم لديه عقيده يستمدها من القران ومن السنه، وهي اصول العقيده. هذه الاصول اذا ما حواها الانسان في قلبه وعقدها ثم ثنى عليها في صدره كما تفضلت في اول الحلقه، ما الاثر العملي الذي ينبغي ان تتركه؟ كيف تتمثل هذه العقيده واقعا عمليا في اخلاق المسلم، في معاملاته، في اقواله، في مساره داخل الحياه، يعني حركته في الحياه؟ لمن اراد ان يعرف هذا المعنى وذلك المغزى بصوره واضحه، كيف تؤثر العقيده على حياه الانسان وتغيره بنسبة 180 درجة، بالنظر في حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة تغيروا تماما بالعقيدة، ما كان أمامهم إلا العقيدة فقط، العقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف كان عمر بن الخطاب في جاهليته، ثم النقلة الكبيرة جدا لمجرد أن آمن صار أحد أعظم شخصيات التاريخ. ما الذي غيره؟ العقيدة. حتى إنه بعدما أسلم يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ألسنا على الحق؟ يقول: بلى. فلما الاختفاء إذن؟ تخرج الدعوة من السرية إلى الجهرية بسبب عمر. أعز الإسلام به الله، وأعز الله به الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. الخنساء امرأة معروفة في الأدب ومعروفة في التاريخ، كيف كانت وما قصائدها عندما مات أخوها صخر؟ نعم. ثم انظر إلى الخنساء بعدما آمنت، وكيف ضحت بأبنائها الأربعة، لم تضحي حتى بثلاثة وتبقي واحدا لها ينير لها ظلمة بيتها ويعينها في كبر سن، لا أبدا، الأربعة، وتحضهم على أن يكونوا في مقدمة الجيش. وعند وفاتهم لم تهتم لأمرهم، وإنما قلقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما أخبرت بهم ماذا قالت؟ ما زادت على أن حمدت واسترجعت. أنت ملأت الدنيا عويلا عندما مات أخوك صخر. أخوك صخر الآن أربعة أبناء، ما هو ابن واحد ولا اثنان ولا ثلاث. الحمد والاسترجاع، ما الذي أثر في الخنساء؟ العقيدة. العقيدة، الرضا بالقضاء والقدر. طيب، كيف كان الأوس والخزرج قبل الإسلام؟ الحروب، القتل، الثأر. طيب، كيف هم بعد أن أسلموا
وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. الأخوة التي نراها في عالمنا حلما أو خيالا، تخيل الأخوة بين الأوس والخزرج، والأخوة بين المهاجرين والأنصار التي جعلت الأنصار يقول لأخيه المهاجري: هذا مالي لك نصفه، وهذا بيتي لك شطره، وتلك زوجتاي اختر أحسنهما، فإن قضت عدتها طلقتها فأطلقها لك، فإن قضت عدتها تزوجتها. سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. أي نعم. ما الذي غيرهم؟ العقيدة. العرب لا قيمة لهم ولا وزن قبل الإسلام، قوم يأكلون الميتة، يشربون الخمور، يعبدون الأوثان، يعيدون البنات، يقتل بعضهم بعضا لأتفه الأسباب، من سبب ناقة وبسبب كلب وبأي حاجة. طيب كيف هم بعد الإسلام؟ تحولوا من عباد حجر إلى سادة البشر، من رعاة غنم إلى قادة الأمم، من قوم كانوا ينتظرون فتات الفرس والروم إلى قوم فتحوا بلاد الفرس والروم. يقف فقير من فقرائهم أمام كسرى قائد جيوش ملك رستم. الفرس ورستم قائد جيوشه، ليقول له: من أنتم وما الذي جاء بكم؟ قل: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ثم ينذره ويخيره بين ثلاثة خيارات. أي نعم. أو القتل. قل لي بربك، ما الذي غير هذه الجموع؟ ما الذي غيرهم أفرادا وشعوبا وأمة؟ العقيدة. العقيدة حينما تمكنت من قلوبهم، العقيدة التي جعلت الإنسان إذا آمن بالله يراقب الله في الخلوة والجلوة والسر والعلانية، ويأتي عمر يمتحن الراعي: اذبح لي هذه الشاة وقل لسيدك أكلها الذئب. فقل: فأين الله؟ فأين الله؟ ما الذي غرس فيه هذا الجانب، هذه المراقبة؟ الإيمان بالله، العقيدة، ليس إلا العقيدة، العقيدة التي جعلته يوقن بأن الأجل واحد، وأن الرزق مضمون، الأجل معلوم والرزق مضمون، فإذا به إذا أقبل يجاهد في سبيل الله. فتكون هذه الصفة: أتيناكم بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة، يعني الأعداء يحرصون على الموت. ما الذي جعلهم يحرصون على الموت؟ العقيدة، الرضا بالقضاء والقدر، وانتظار ما عند الله. انتظار ما عند الله، علم أن الأجل معلوم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الرزق مضمون، هو يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إنك تسألني سؤالا هو يعني لب هذا الدين، كل ما تقرأ في الدين، في قضية التوكل، في قضية القضاء والقدر، في قضية الصبر، في قضية الرضا، في قضية الحمد، في الشكر، في المحاسبة، في المراقبة، في المشاهدة، كل ذلك جوانب عملية غرسها الإيمان الصحيح في نفوس خير جيل وأعظم رعيل، ومن تربى بنفس التربية على معالم العقيدة الحقة والتوحيد الخالص. أشكرك دكتور، حقيقة كان ينبغي أن أسألك عن يعني، وهو أجبت في معرض السؤال هذا عن دور العقيدة في صوغ شخصية الإنسان المسلم، وقد تجلى هذا في كلامكم عن الصحابة رضوان الله عليهم. لعل في الحديث بقية، يعني أزفت ساعة الرحيل في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به دكتور. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريم الدكتور عمر عبد العزيز القرشي، أستاذ العقيدة والأديان والمذاهب، كل الشكر لكم على طيب المتابعة، في حراسة الله وتوفيقه.